نعم هشام، معي حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والأرث. نرحب فيك في قنوات بين سبورتس. يعني نعجز عن الكلام عن ما نشاهده هنا من حفل كبير اليوم حقيقة. يعني دائما كنتم تؤكدون أن قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم، الآن قبل فترة طويلة نشاهد بالفعل أن كل شيء جاهز ومهيئ لاستضافة بطولة كبيرة واستثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت، يعني أعتقد إحنا يمكن دائما كل خطوة بالنسبة لنا مثل ما قلت لك 2021 كان عندنا البطولة العربية كانت ناجحة بمعايير كثيرة، كان دائما نطمح للأكثر، تعلمنا منها. اليوم لله الحمد طبقنا نظام جديد ونظام هيئة طرق مواصلات لملعب جديد، ملعب يستوعب 80,000 من الجمهور، ولله الحمد مثل ما انت شايف جاهزين والله يتمنى على خير اليوم إن شاء الله في بطولة عربية، مباراة عربية بإذن الله، وإن شاء الله أول بطولة أول كأس عالم عربية بإذن الله. أيضا راح أكون مستعدين لاستقبال الجمهور في 20 نوفمبر بإذن الله. شكرا سريع جدا مضاكم عن أيضا عملية بيع التذاكر والمراحل التي تمت عليها والعدد الذي وصل إليه حتى اليوم. نحن نتكلم اليوم على رقم قياسي، فلله الحمد الإقبال الجماهيري على التذاكر العالمي وأيضا المحلي، وإذا خصينا المحلي أو عملنا المحلي أنها أيضا منطقة الخليج، فالإقبال يعني كبير جدا وكسب جميع الأرقام القياسية. نحن راضين جدا بهذا الأمر وجاهزين لاستضافة الجماهير بإذن الله. أيضا هناك ستكون مرحلة في نهاية شهر سبتمبر لعملية صحيح التذاكر. حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والأرث، شكرا جزيلا لك، نعود إليكم.